قبل أيام احتفل العالم باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، العدو الأول لصحة الإنسان حسب وصف موقع Action on Smoking and Health. التقرير أكد أن التدخين يسبب آثاراً نفسية وعقلية ضارة، بعكس الشائع بأنه قد يحد من القلق. في فقرتنا اليوم أفكار وفرصة جديدة للإقلاع عن التدخين. من الرياض ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد في شركة بدائل الأستاذ فهد الغشيان. يسعد صباحك أستاذ فهد. يعني التدخين يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حول العالم، وهذا حقيقة الرقم مخيف جدا، خصوصا في ظل وجود السجائر الإلكترونية أيضا وسهولة الحصول عليها، وكأنها هي يعني الحل لهذه المشكلة. ولكن لو تكلمنا عن هذه الشركة، شركة بدائل، وإنجازاتها منذ تأسيسها. صباح الخير عليكم جميعا. الحقيقة شركة بدائل هي أحد شركات صندوق الاستثمارات العامة. اسم الشركة يختصر أهدافها واستراتيجيتها، وهي ببساطة تقديم بدائل للتدخين خالية من التبغ، تكون أقل ضرر وتكون فيها ابتكار. البدائل هذه تتميز بأنها يعني مفيدة، وخلنا نقول أقل بضرر كثير من التدخين. الحقيقة العام الماضي الشركة أطلقت أول علامة تجارية لها، وهي علامة تزرت. واليوم في اليوم العالمي لمكافحة التدخين تعزز هذه الجهود بإطلاق مبادرة معا لجو أنقى، اللي تدعو للتوعية بأضرار التدخين، ندعو فيها الأفراد والشركات والجهات الحكومية إلى الانضمام إلى هذه الحملة لتوعية الناس خلال موقع إلكتروني للشركة، لتأكيد التزامهم بتوعية الجميع بأضرار التدخين. ممتاز. طبعا احنا نعرف ان السجائر فيها اكثر من 250 ماده سامه وتسبب امراض سرطانيه وامراض قلب والكثير من الامراض الاخرى، ولكن هذه البدائل ما هي، كيف تكون هذه البدائل اللي ممكن تساعدني على الاقلاع عن التدخين؟ هو مثل ما تعرف زي ما تفضلتي، التدخين فيه مواد كثير سامة باي برودكتس، وفيه احتراق أيضا يؤثر على الرئتين. ميزة هذه البدائل أنها خالية من الباي برودكتس، هذه خالية من المواد السامة، تحتوي فقط على النيكوتين بالإضافة إلى مواد متواجدة في أغلب الأغذية. الهدف منها هي مساعدة المدخن على ترك عادة التدخين بدون ما يشيل هم الإدمان على النيكوتين. فالنيكوتين ما زال موجود، لأنه النيكوتين هو العائق اللي يخلي كثير من الناس ما يستطيع ترك التدخين، لأنه مادة تسبب الإدمان. فوجود النيكوتين في المنتجات هذه يخلي المدخن يركز على ترك العادة، وبعدين بعد فترة معينة يستطيع ترك التدخين نهائيا. ممتاز. يعني ايش هي، كيف بيساعد المدخنين تحديدا، كيف بتكون البداية، وهذه يعني كيف بيكون اخذها، عبارة عن ملصق، عبارة عن ماذا بالضبط؟ هي احنا ننظر للعملية كرحلة تبدا باخذ المنتج. المنتج عبارة عن اكياس، مثل اكياس الشاي، يكون في داخله بودرة فيها نيكوتين عالي الجودة، درجة صيدلانية، ومواد أخرى، محليات ومنكهات. الكيس هذا يوضع في الفم بين الشفة العليا واللثة، ويترك الفترة تعطي النيكوتين اللي يحتاجه الجسم. نعم. بعدين يتخلص منه. استخدامه هذا يستبدل عادة التدخين أو عادة منتجات التبغ، وأيضا يعطي الشعور بوجود النيكوتين في الجسم بعد فترة معينة. هدفنا دائما أن المدخن في النهاية حتى المنتج هذا يتركه ويترك كل أنواع التبغ. طب كيف شفتوا الإقبال على هذه البدائل؟ هل ما زال الطلب على منتجات بدائل مستمر؟ هل هناك وصل هذا الوعي إلى الناس، إلى أكبر شريحة ممكنة؟ هل بالفعل حققتوا الأهداف بأنه في رقم كبير من الناس ساعدتهم هذه البدائل على الإقلاع عن التدخين؟ صحيح. الحقيقة الإقبال كان فوق العادة، كان غير مسبوق، والحمد لله هذا دليل على نجاح المنتج. الأبحاث اللي سويناها تقول أنه إلى الآن خلال أقل من سنة ما يقارب 300 ألف مدخن ترك التدخين بسبب المنتج اللي نزل العام الماضي.
وهذا الحمد لله يعني رقم كبير. احنا نستهدف 1,000,000 مدخن في عام 2028، فالحمد لله يعني قطعنا شوط وإن شاء الله مكملين ومستمرين بإذن الله. هذه هي الخطة اللي وضعينها، إنه تصلوا لأكبر عدد من المدخنين، وأيضاً إنه يتم الإقلاع عن التدخين باستخدام هذه البدائل. صراحة يعني شيء جميل جداً إنه نشوف هذا الموضوع، وإنه يكون هناك في اهتمام بأنه بالفعل التدخين ضار بجميع أشكاله، وحلو إنه نقدم بديل للناس أكثر صحية وأكثر استدامة ولرفع مستوى وجودة الحياة لدى الفرد. أشكرك ضيفي من الرياض الأستاذ فهد الغشيان، الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد في شركة بدائل. شكرا لك.